بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نكمل الجزء الثاني من برنامج الدفتر، وهنتكلم فيه إن شاء الله عن تنسيق الفقرات. يعني إيه تنسيق الفقرات؟ يعني كلمة فقرة من أساسها. الفقرة يا جماعة هي عبارة عن سطر أو مجموعة من الأسطر وراها كلمة إيه؟ وراها كلمة إنتر، يعني وراها إنتر. يعني مثلا أنا كتبت سطر زي كده، كتبت سطر زي كده، كتبت سطر زي كده لحد وصلت للآخر ودوست إيه إنتر كده، أو ضغطت إنتر، هيبتدي يبقى عندي إيه؟ يبقى عندي فقرة بهذا الشكل. طيب، أول حاجة بحدد الفقرة بتاعتي مثلا على سبيل المثال، وبديها مثلا في زياده مسافه بديهه وفي انقاص مسافه بديهه بهذا الشكل. في بعد كده ده حاجه اسمها التعداد النقطي، تختار انت التعداد اللي انت عاوز تعمله بيه للفقره بتاعتك، وليكن مثلا بهذا الشكل. ده اسمه تعداد ايه؟ نقطي. يعني نقوم لك الفقرات، يعني مثلا عندي فقره ثانيه زي كده، هيبتدي هو ايه يظبطها لك يبقى بهذا ايه الشكل، يعني يديك تعداد تكتب انت فيه زي اي بي سي وهكذا. طيب اللي بعد كده، في عندي المسافه البديهه ما بين السطور، يعني مثلا المسافه بين السطور اللي هي تبع الاسطر، افتح ديت واختار مثلا 1.5 سنتي، ممكن عندي 2 سنتي، ممكن عندي 1 سنتي بهذا الشكل. ده التباعد ما بين السطور. طيب اللي بعد كده، في عندي مثلا محاذاه بين الاسطر. انا مثلا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم بهذا الشكل، بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي كده. ورحت معلم مثلا على الكلام دوت، عاوز اخليه محاذاه ناحيه اليسار، ده محاذاه ناحيه ايه؟ اليسار. بص لك الكلام جه ناحيه اليسار. عاوز اخليه توسيط، بخليه توسيط. عاوز بخليه محاذاه ناحيه اليمين، بخليه محاذاه ناحيه ايه؟ اليمين. طيب لو انا جيت مثلا وعندي فقره زي كده، في حاجه اسمها الضبط لكل الفقرات. لاحظوا هنا يا جماعه، بس هلغي تعداد النقط ديت. لاحظ ان هي مضبوطه من ناحيه ايه؟ اليمين، لكن ناحيه الشمال مش مضبوطه. لو انا عاوز اخليها مضبوطه من ناحيه اليمين، مضبوطه من ناحيه اليسار، بعلم على الفقره بتاعتي وبحدد الفقره بتاعتي واعمل لها ايه؟ ضبط. لاحظ ان اليمين مضبوط والشمال واليسار ايه؟ مضبوط. ده اسمه الضبط لكل ايه؟ للفقرات. طيب الزرار ده يعني في مربع حوار بيديك كل الوظائف السابقه، يعني مثلا لو انت عاوز تعمل مسافه بدايه ناحيه اليمين يبقى كام، لو انت عاوز تعمل مسافه بدايه ناحيه اليسار يبقى كام، لو انت عاوز تدي مثلا السطر الاولاني بس مسافه بدايه تدي له كام، لو انت عاوز مثلا تبعد الاسطر وتختار كام، 1 سنتي، 1.5 سنتي، 2.5 سنتي، هو نفس الكلام موجود هنا بس في مربع حوار زي كده. لو انت عاوز تعمل المحاذاه مثلا يمين يسار الوسط تعملها مضبوطه، برده نفس الكلام موجود. تظبط انت الاعداد بتاعتك كلها من مربع حوار الفقره دوت وتقول له ايه؟ موافق، واصبح دلوقتي عندي ايه؟ فقره مضبوطه. طيب انا بس بعيد عن الزراير دي كده، او ازاي نستخدم الزراير دي بسجل الامثله. انت لما تيجي تنسق فقره اول حاجه تعملها ايه؟ تروح محدد الفقره بتاعتك، وبعدين شايفين السهم اللي فوق دوت نسحبه كده شويه، يعني مسافه سنتي او نص سنتي، دي المسافه البديهه للسطر ايه؟ الاولاني. وبعدين نخلي ضبط الفقره على الضبط الكلي، يعني مثلا لو هي مثلا فيها محاذاه ناحيه اليمين زي كده، لا اخليها ضبط ايه؟ كل كده انا نسقت ايه؟ الفقره بتاعتي. يبقى اول حاجه بخلي المسافه البديهه بتاع السطر الاولاني 1 سنتي، اعمل ضبط كلي للفقره ايه؟ بتاعتي. لو انت برضو عندك يعني عندك حريه ان انت ممكن تعمل مثلا تخلي مثلا المسافه بين السطور 1.5 سنتي، 1 سنتي، وهكذا، على حسب ما انت ايه عاوز. طيب نيجي اللي بعد كده يا جماعه، في عندي مجموعه الادراجات زي ادراج الصوره سواء كان من ملف او من الرساب، وادراج التاريخ والوقت، وادراج ايه؟ كائن. نبدا واحده واحده، نختار صوره وندور له ادراج صوره، ونيجي هنا في مجموعه الصور مثلا على سبيل المثال ونختار الصوره دي، نقول له فتح. هبص تلاقي ان هو نزل لك الصوره بهذا ايه؟ الشكل. انت ممكن طبعا تصغرها تكبرها زي ما انت ايه عاوز، وليكن بهذا الشكل. حط مشر بعديها واضغط انتر عشان اخد سطر جديد. دي كده تعتبر صوره من ايه؟ من ملف. لو انا عاوز صوره من الرسام، بضغط على الرسام، يبتدي هو يفتح لي الرسام ويقول لي ارسم الصوره اللي انت عاوز ترسمها. ابتدي ارسم الصوره براحتي انا، مثلا ممكن ارسم كده اهو. بهذا الشكل يعني. دي رسم صورة، طبعا انت حر ترسم اللي انت عاوزه. وبعد ما اخلص رسم بهذا الشكل اقول له ايه؟ افتح القائمة الرئيسية واقول انهاء الايه؟ والعودة للمسلسل. هتلاقي الصورة اللي انت رسمتها وصلت طبعا. انت يعني على حسب انت فنان ولا مش فنان بقى، انت وقدراتك. المهم دلوقتي عملنا ايه؟ الصوره من الرسام نفسه. طيب لو انا عايز انزل تاريخ والوقت نفس الكلام، هضغط على تاريخ والوقت يديني مربع حوار في التاريخ والوقت، اختار التنسيق اللي انا عاوزه واقول له موافق، هيبتدي يديني التاريخ والوقت، وعليكم بهذا الشكل. طيب
لو انت عايز برضه تدرك صوره واخد بالك ممكن تستخدم ادراك كان، بس ادراك كان ديت يعني تتعلق بفهمك للبرامج شويه، بمعنى صح ان انت هتجيب حاجه من برنامج تاني، فانت على حسب خبرتك في البرامج تقدر تجيب الحاجات ديت تدخلها جوه ايه الدفتر. فاحنا هناخد مثلا على سبيل المثال ادراك كائن، وهنختار من القايمه ديت صوره الرسام، نقول له موافق، كده هو هيجيب لي كائن من الرسام. فاحنا نختار مثلا الصوره ونرسم زي احنا عاوزين مثلا، ولكن بهذا الشكل احمر وردي، وابتدي ارسم هذه الصوره التعبئه بتاعتها تصل كده، اصبح عندي ايه صوره من الرسام، هفتح ديت واختار انهاء الرسام والعوده للبرنامج، اصبح عندي صوره من الرسام. هي نفس زي كانك بتدرك صوره من الرسام، بس هنا يعني بدل ما تدرك ممكن تدرك صوره من الرسام، ممكن تدرك كائنات من برامج اخرى، عشان كده هو مسميها ادراج ايه كائن. طيب نيجي اللي بعد كده الجزء اللي هو بتاع البحث والاستبدال والتحليل. لو انت عاوز تحدد الكل تضغط على تحديد ايه الكل، كده هو حدد لك كل حاجه، بس لاحظ لو انت كتبت حاجه كل حاجه تضيع. كنترول زائد تراجع. طيب لو انت عاوز تعمل بحث عن كلمه مثلا، وليكن مثلا كلمه النجاح، نختار ايه بحث ونكتب كلمه مثلا ايه النجاح، نختار بحث عن التالي، هيبتدي يحدد لك ايه الكلمه اللي فيها ايه اللي يعني كلمه النجاح وردت في ايه مكان. كل ما تضغط بحث على التاني يبتدي يحدد لك كلمه ايه النجاح. لو انت عاوز تعمل بحث واستبدال، تختار استبدال ويقول لك اكتب الكلمه اللي انت عاوز تبحث عنها، ولكن كلمه النجاح نستبدلها مثلا بكلمه الفوز. نبتدي بحث عن التالي، كده لاحظ ان هو كلمة النجاح هيبتدي يستبدلها بكلمة ايه الفوز، كده اهو ادي الفوز اهي، استبدال الفوز اهي، استبدال الفوز اهو. لو انت عايز تستبدل كله تقول استبدال ايه كل مرة واحدة، يستبدل لك كل كلمة النجاح بالفوز في كل ايه في كل مستند، ده اللي هو ايه الاستبدال. طيب هنيجي لاخر حاجة اللي هي ايه تبويب العرض عندك، والعرض بسيط جدا في ان انت تكبر المستند بهذا الشكل او تصغر المستند بهذا الشكل، او تخليها على نسبه 100% اللي هو التكبير والتصغير ونسبه 2%. ممكن تعمل برضه التكبير والتصغير من تحت هنا، ادي تكبير قصدي تصغير، وادي ايه تكبير بهذا الشكل. طيب ممكن برضه تظهر المسطره وتخفيها، ممكن تظهر شريط المعلومات وتخفيه، ودايما خلي في دماغك ان كلمه عرض معناها التحكم في عرض مكونات البرنامج، زي المسطره زي شريط المعلومات زي التكبير زي التصغير، ممكن لها حاجات خاصه بمين بالعرض. طيب التفاف النص والوحدات القياس ديت مالهاش لازمه، يعني وصل واحد بالظبط وحده القياس يعني على سنتيمتر، اما التفاف النص فهو بمجرد ما يوصل لنهايه النص بينزل السطر اللي بعديه على طول، يعني انت كتبت كده لحد ما وصلت لنهايه السطر ده هو بينزل مباشره للسطر الايه؟ الاسفل منه. وبكده نكون احنا خلصنا برنامج الدفتر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.